سنتعرف في هذا الفيديو على شخصية جديدة من أساطير عالم المال، وهو أحد أكبر المستثمرين الأمريكان في القرن العشرين، وهو برنارد باروخ. ولد باروخ عام 1870، وهو من عائلة ألمانية فقيرة هجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحثاً عن وضع معيشي أفضل. عمل في بداية حياته كساعي في أحد الشركات، وكان يكسب منها حوالي 3 دولار في الأسبوع. كان يقوم بمهمات في الحي المالي والبنوك، وزاد شغفه بول ستريت عاصمة المال والأعمال، وقرر في وقت لاحق بدء حياته المهنية كوسيط لأحد شركات الوساطة. وبمرور الوقت قضى معظم وقته في التعلم، وبالتالي زادت أرباحه حتى أصبح شريكا في الشركة التي كان يعمل وسيط لها بفضل عملاته الضخمة الكبيرة. وقرر باروخ شراء مقعد في بورصة نيويورك بقيمة 18,000 دولار، ما يساوي حاليا في الوقت الحالي حوالي 400,000 دولار. كان عامل قوي جدا في زيادة ثروته، حتى قام بتأسيس شركة وساطة خاصة به في عام 1907، وقام بشراء شركة عالمية لتداول السلع، وكان لها العديد من الفروع في العديد من الدول مثل لندن وبرلين وباريس. وبحلول عام 1910 أصبح واحد من أهم رواد وول ستريت، وكان هذا أعظم تحدي نجح في تحقيقه. ثم بعد ذلك وهذا النجاح، كرس الجزء الأساسي من وقته لتقديم النصائح الاقتصادية من خلال الحربين العالمية والأولى، وكان صديق مقرب من 6 رؤساء للولايات المتحدة. وتوفى باروخ عام 1965 بنيويورك، وتخليدا لذكراه كون واحد من أبرز الشخصيات المؤثرة في الأسواق المالية والاقتصاد، تم وضع اسم برنارد باروخ في قاعة مشاهير رجال الأعمال في جنوب كارولينيا، وذلك في عام 1985. ومن أهم نصائح باروخ المرتبطة بالأسواق المالية والتي لا غنى عنها لأي مستثمر في وقتنا الحالي، هي يجب أن تدرس أسباب صفقاتك الخاسرة لعدم تكرارها، وأيضا الرابحة لتحسينها، ولا تلقي باللوم على أحد في حال خسارتك الرأس مالك، وأن أكثر الأشخاص الناجحين هم الذين يستمعون أكثر مما يتكلمون. كانت هذه نبذة عن حياة برنارد باروخ، كيف استطاع تحقيق ثروة من العدم من خلال الحرص على التعلم أولا، ثم الاستثمار المتواصل طيلة حياته. وقد يعتقد البعض أن برنارد لم يتعرض إلى خسارة قط، ولكن في حقيقة الأمر خسر برنارد ثروته أكثر من مرة خلال مسيرته المهنية، ولكن إصراره على التعلم من أخطائه ساعده على حفر اسمه في التاريخ كأحد أكبر المستثمرين الناجحين في الأسواق المالية العالمية. كانت هذه نبذة عن حياة أحد مشاهير وول ستريت، ونتمنى أن تكون أضافت معلومة جديدة، ونلتقي بكم إن شاء الله. شكرا لكم.